هكذا بدأ ليل عدن رغم اشتعاله جدلا باستقالة محافظها عبد العزيز المفلحي، بل إن هذا الظلام من أهم أسباب الاستقالة التي قدمها المفلحي في رسالة طويلة لرئيس الجمهورية تضمنت كشفا غير مسبوق في ملف الفساد، موجها أصابع الاتهام إلى الحكومة ورئيسها بشكل مباشر. أنا أكثر صراحة معكم، ثروة منهوبة. المفلحي تحدث بلغة الأرقام وكشف جانبا من الأزمة المالية في عدن وبقية المحافظات المحررة، فأكثر من 5 مليار من إيرادات العاصمة المؤقتة لم تذهب إلى المشاريع والخدمات التي تحتاجها المدينة حسب بيان الاستقالة. وبهذا الاتهام المباشر يكون رئيس الجمهورية أمام خيارات وصفت بالحرجة في ظل احتقان الرأي العام ضد الحكومة المتعثرة بالأزمات المستمرة. قرابة نصف عام منذ تولي المفلحي منصب محافظ محافظة عدن، كان قد رفع وتيرة الأمل بخطاب يتحدى الفساد وبمشاريع سرعان ما تعثرت بعراقيل شتى، ليغادر إثرها خارج البلاد في ظل غموض كشف عنه أخيرا في بيان الاستقالة الأولى من نوعها. العاصمة المؤقتة ما بعد استقالة المحافظ المفلحي ليست كما قبلها، فالحكومة في مرمى الاتهام المباشر وبانتظار قرار رئيس الجمهورية إما بقبول الاستقالة أو إقالة الحكومة أو قرارات أخرى ستفصح عنها الساعات القادمة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.